وهذا الحدث ديال اليوم هو هذه المناسبة هي مناسبة إحياء ليلة الإسراء والمعراج ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. وحنا اليوم قمنا بهذا الحفل بحياة الذكرى بتلاوة القرآن والأمداح النبوية الشريفة، وجاءوا عندنا الناس ديالنا المريدين من ربوع المملكة ومن جهة بني ملال الزلال تادلة إلى آخر ذلك، باش يحيوا هذه الذكرى وهذه المناسبة الجليلة الشريفة، وهي بمناسبة الإسراء والمعراج لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الرسالة اللي بغينا نوصلوها هذه الزاوية، بغينا نوصلوها لجلالة الملك سيدنا حفظه الله. حنا انشأنا هالجمعية باش نحيو هالزاوية وباش نرموها وباش ونحيو زوايا أخرى تابعة لنا وأضرحة أخرى تابعة لنا، لأنه ولكن هذه باش نشعلها شوية الغبار باش الناس يجيو فين يصيبوا فين يريحوا. حكايجو عندنا الناس ديالنا المذكرين، عندنا المريدين في جميع المناسبات الحمد لله والاحتفالات كيفرحوا باش كيجيو، ولكن الظروف في بعض الاحيان غير مفرة، لان الضوء ما كاينش، الماء ما كاينش. هذا اليوم بمناسبه الاسراء والمعراج، شرفاء الزكراويين تحيوا هذه الذكرى، الذكرى الغاليه عند المسلمين اجمعين، ومنها من هذا الضريح ان شاء الله بحول الله تنبلغ تهانينا الى صاحب الجلاله الملك المعظم محمد السادس وللاسره الشريفه العلويه جميعا. بهذه المناسبه الشرفاء يحتفلون بهذه الذكرى الغاليه عندنا على مناسبات الاسراء والاعراج، ولهذا ابلغ تحياتي لجميع المغاربة وهني جميع المغاربة الشرفاء القاطنين في المغرب أو في الخارج. احنا شرفاء بهذه المناسبة، أحيينا هذه الذكرى الغالية عند المسلمين كافة. وبهذه المناسبة أشكر جميع اللي يمد يد العون لهذه الزاوية وتعاون معنا، وجنود الخفاء الذي لم يظهروا في هذه الشاشة نشكرهم ونشكر جميع من ساعد هذه الشرفاء على 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 هذا الحفل وعلى تقييم هذا الحفل الكريم. ودابا حنا ديما هنايا مقدمين على هذه الشرفة ديالنا سيد الحسن وسيدي علال الله يخليهم لينا، حنا ديما معاهم، حنا خدامين في ذكر الله وحب الله، ديما حنا معاهم هنايا. وبغينا سيدي ربي الاسره العلويه تكونوا معنا ومع هاد الناس، رحنا تنشوف لا اله الا الله ديما، حنا في ذكر الله وحب الله، حنا ما كنحيدوش من هاد الزاويه المكبره. الله يخلينا سيدي علال ومولاي رصيد، راهما حتى هما واقفين في هاد الباب، الله يعمل سيدي ربي يطول اعمارهم، والله يخلينا سيدنا سيدي محمد الله ينصره ملكنا، الله يعيشوا لينا ولا يطول العمر، الله يداوي في الغيب. رحنا ديما معاه في الدعاء، ولا اله الا الله محمد رسول الله. حنا من كنا صغار تيجبونا والدينا لهاد الزاويه الكريمه، احنا باقين فيها لا اله الا الله محمد رسول الله. احنا في هذه الزاويه الزكراويه كنعز مولاي رشيد وكنعز الناس اللي كيجيو يذكروا وكيقراوا القران والذكر والرحمن. هاد تنحيوا بهاد الوالد الضريح مولاي بوسكري، احنا كنجو اي مناسبه واي ذكرى واي حاجه كنجو لهنا، كنعز سيدنا ويطول في عمره ويرعاه لينا ويحفظه يا ربي، حفظه بحفظه ويستره بستره. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.